كيدايرين بخير؟ اش اخباركم؟ هاني لاباس عليكم، كلشي مزيان. جيتكم ان شاء الله اليوم بواحد الوصفه ديال الرز بالخضره في الفران. مقادير بسيطه وان شاء الله ديما غنجيكم ببساطه. المهم باش ما نطولش عليكم غنعطيكم المقادير اللي غندير. عندي جوج خلطات ديال الدجاج اللي المهم داكشي اللي متواجد عندكم يصدر، يعني اللي عنده شي حاجه يديرها ماشي مشكل. عندي راس البصله مقطع، عندي مطيشه وحده مقطع، عندي جبانه، عندي ثلاثه الفصوص ديال الثوم، عندي القزبره ومعدنوس، عندي الفلفله الحمراء الخضراء الصفراء. مهم اللي متواجد عندكم كانت الخضراء ديروها، اللي كان مهم تكون الفلفله كتعطي واحد النسمه فيه زوينه. كاينين جوج خزوات كبار مقطعين هكايا طروفه، عندي عويدات ديال القرفه، عندي الزعفران دم الزعفران اللي كتعطي البنه فيه زوينه، وعندي بنات التوابل، عندي زيت البلديه، عندي الملحه، عندي الخرقوم، سكينجبير، تحميره، الابزار، وكاين الشوينيه اللي باغي يدير شويه الا كان كيعجبو الرز يجي شويه حار يستعمله. ان شاء الله دابا البنات غنبداو بالمكونات باش ما نطولش. ان شاء الله عندي الكوكوط غندير فيها الفخيضات، وغادي ندير المكونات كامله ماشي مشكله البنات. المهم غادي ندير دابا نسبق القامه هي الاولى ان شاء الله. غادي نبدا دابا ان شاء الله بالملحه، ها هي غندير الملحه اللي غادي تدير حتى الرز، غادي تملح حتى الرز ماشي من بعد هذا نزيد. المهم هنا عندي هنايا هاهو سكينجبير معلقه وشويه، ونخرقهم حتى هو معلقه وشويه، تحميره الفلفله الحمراء معلقه. البنات عندي هادو كيديروا من هاد سميتو ولكن كيبردوش ليا القلب، خصني نهز بالمعلقه احسن. البزار عندي شويه حار غندير معلقه، وكاين جبنة الحار حنا غندير شويه د الشوينيه حاره هي راس معلقه هكاك. ان شاء الله دابا غنبدا بالمكونات الاخرى. غندير الثومه، غندير القزبر المعدنوس اللي قلت لكم، وغادا ندير العويدات القرفه، وعاد ندير الضامه الزعفران، ورا شي حاجه اللي هي بسيطه البنات، ما فيها حتى شي حاجه، ما فيها تكاليف، ما فيها والو هكا. وعندي الزيت البلديه يعني ميزاني، ها هي جوج معالق كبار حتى ثلاثه، المهم على حسب. صافي البنات دابا ان شاء الله غادي نرقد الدجاج. ملي دابا رقدته ان شاء الله دابا غادا نبدا نزيد في الخضره. بسيطه البنات وساهل، مفيش شي تعب، مفيش شي صراخات، كيجي غزال وجربو انتوما غادي تحكمو رزوقكم بلا ما غادي نقول لكم انايا كيفاش غادي يجي. هانتوما البنات دابا هو خلطو، ان شاء الله غادي نمشي نديرو تقادله شويه وندير فيه الماء ونسد عليه واحد شويه، ماشي بزاف البنات، ماشي حتى يطيب يطيب، حقاش مازال غنزيدو عليه الرز وغادي ندخلو الفران. شويه تكون خمسة دقائق حتى لسبعة دقائق هكاك تبقى الخضره شويه شاده. حنا بغينا هي داك الدجاج يطلق لينا
سميتو بالنسمه ديالو الخضره، فاش داك الماء ديالو يطفي الرز، وان شاء الله نرجع لكم من بعد ما غادي نديرو في البوطه ونقادو. وهانتوما البنات، هانتوما دابا معايا غادي نشوفو حطيته فوق البوطه وغادي نشحرو نشحويه شويه ان شاء الله صافي. وغدا نزيد عليه الماء اللي غادي نبلو صافي، ونخليه قلت لكم يطيب حسب 5 دقائق حتى لسبعة دقائق باش ما طيبش لينا الخضره بزاف ويجينا مازال غادي نطيبه هو والروز باش يجينا هو هذاك. وتابعوا معايا ان شاء الله حتى الاخير، وغادي نشوفوا الطريقه والشكل ديالو كيفاش كيجي. كتجي غزاله البنات والله، وغتجربوه وغتردوا عليا في الكومونتير ان شاء الله. ديما نجيكم ببساطه. دابا ان شاء الله غادي نبلو سميتو الروا اللي غادي يطيب لي الرز. هذا باش غندير فيه نص كيلو حتى الكيلو لاروب ديال الرز باش يطيبوا ليا. هو دابا كنجي سميت البلول ديالو الروا ديالو كيجي من فوق الخضره صافي، هذاك راه يطيب لك الكميه ديال الرز. وان شاء الله غتبقاو معايا من بعد ما يطيب لي الخضره ونبغي نديرو في الفران وانا نرجع لكم. هانتوما البنات، انا رجعت لكم من بعد ما طاب لي الصوص ديالي. ها هو دابا ان شاء الله ها هو عندي الرز، يكون بشرط البنات يكون الرز هذا الصفر هذا اللي كنديرو به الشلاضه ماشي البيض، لحقاش البيض غادي يتعجن. هذا الصفر اللي كيهز طياب. عندي هاد المنديل الفران هي الزاج، المهم البنات اللي عندي شي حاجه تستعملها ماشي بالضروره الزاج اللي عندها لاطا. المهم اللي عندي فاش كطيب في الفران ديرها ان شاء الله. المهم الروز انا غادي ندير كيلو ولا ربع، وعندي كيلو غنخلي منه ربع هكا. وعندي الفرماج محكوك فهو غادي نديرو مع الرز هكا، هو كيعطي واحد البنة، كيعطي واحد المذاق رائع صراحة صافي. وهذا من بعد فاش كيطيب كتحطيه معاه اللي بغاه كيزيدو كيجي غزال. هانتوما البنات دابا شوفو معايا ان شاء الله غنهز الدجاج. قلت لكم البنات ما طيبوش بزاف، غير نص طيبه باش مازال غادي نكمل التطيبه ديالو في الفران. ها هو صافي ان شاء الله. دابا غادي ندخل لاصوص الروز هو الخضره، كيجيو غزال البنات والله. هذوك العويلات تاع القرفه ماشي مشكل يبقاو حتى الخير. المهم غادي نسوي هكا وغادا نخدم نتوما البنات. دابا غادا نخلطو شي طلع الروز مع الخضرة هكا. وان شاء الله من قبل انا شعلت الفران، درتو على الماكسيمو ديال الفرن 250 وخليته يسخن، وغادي نحطو نطيبو. دابا من بعد غادي نحط الخايبة تاع الدجاج المغطية ديالهم هنا، وملي كيطيب البنات الروز كينشف ما كيبقاش فيه هاد لاصوص هذا، كيبقى الروز ناشف ومن كتحمري ديك كتحيدي كنغلق هذه بعدايا الاولى، ومن بعد البنات ملي كيطيب كينشف الروز كنحيد هذه وكنحمرو من الفوق. والفران درتو فوق لتحت
ولكن البنات اللي عندها ديال الغاز ديروا الفوق حتى يطيب وعاد من بعد تقطوا لتحت باش يتحمر. ها نتوما معايا ان شاء الله الفران غادي نخليه نص ساعه ساعه الا ربع باش ينشف هذاك الرز مزيان. وبقاو معايا في التتمه ان شاء الله ونوريكم النتيجه الاخر ديال الرز ديالنا ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. ها نتوما البنات انا رجعت لكم بالنتيجه النهائيه الاخيره ديال هذا الطبق هذا ديال الدجاج بالرز. شفتوا البنات كيفاش جا كيجي غزال البنات. ما باش ما شهيتكمش فيه صراحه. والبنات اللي حاملات واللي كيتوحموا يسمحوا لي والله العظيم زعما ماشي فهمتوني البنات. هانتوما شوفوا كيفاش تيجي مازال غادي ينشف اللي غادي يبرد مازال غادي ينشف. شفتوا كيجي رائع الدجاج ها هويا شفتوا كيف ما قلت لكم هاهو المذاق روعه البنات روعه 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 روعه. والرز كيف ما قلت لكم ديروا الصفر حقاش الابيض ما كيجيش كيتعجن ما كيخرجش بحال هكا ياكل الحبه بوحديتها شفتوا هاهو. والفران البنات راه الدالية ديال الوقت ساعه الا ربع ماشي نص ساعه داليا الوقت ديال ساعه الا ربع. وجربوها البنات وجاوبوني ونتمنى الله سبحانه وتعالى نكون فدتكم بشي حاجه اللي هي في حياتكم ان شاء الله. وارتقبوا ان شاء الله الجديد نعطيكم جديد ان شاء الله باذن الله. وهانتوما البنات ها هو التتمه ديال الوصفه ديالنا ديال الطبخه ديالنا غزالة وتغدى بها ولا تعشى بها بحال بحال خفيفه وزوينه وغنيه بزاف الفيتامينات بالنسبه للخضار بالنسبه للرز بالنسبه للدجاج يعني شي حاجه اللي زوينه. وها نتوما شوفوا الدجاج كيفاش كيجي كيجي محمر كيجي زعما رائع البنات. ها نتوما شفتوه ان شاء الله من بعد ديك الساعة اللي بغا ياخد كلي كيعجبو الفروماج يدير الفروماج معاه كيزيد يكمل اللذة ديالو كيكمل سبحان الله حتى هو كيلعب دورو. ولي ما عندوش الروز ما عندوش الفروماج ماشي مشكل البنات راه حتى بلا روز كيجي غزال غزال غزال. وهذا هو الطبق ديال اليوم ان شاء الله. نتمنى البنات يعجبكم نتمنىكم تشجعوني وتدعموني ان شاء الله باش القناه ديالي تزيد لقدام. وكنشكركم بزاف البنات اللي دخلوا عندي واللي مازال غيدخلوا عندي كنشكركم بزاف وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله ليا وليكم يا ربي نتمنى كل وحده فينا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. البنات نتلاقاو ان شاء الله مره اخرى باذن الله مع الوصفات غير مكلفه ووصفات في متناول الجميع. السلام عليكم ورحمه الله.